اتقدمت او الناس عرفت ان الاستاذ خالد عبد القادر اتقدم للترشيح، ثم حدث قرار بالتوقف. انا هعرف منك ايه اللي حصل، بس قبل ما نعرف ده نشوف الكابتن محمود الخطيب نفسه قال ايه عن هذا النموذج. ولازم اتكلم بقى هنا على موقف حقيقة امبارح، مع انه انسان ما اشتغلش في النادي خالص، وابن النادي ولعب في النادي، ولكن انسان خلاني اشوف قيمة الحياة وقيمة الاصول وقيمة الاخلاق العالية جدا جدا. الاستاذ خالد عبد القادر. خالد عبد القادر من الشخصيات اللي الحقيقة مكسب لأي مكان. خالد حاجة رؤى وافكار ونجاح في اعماله يفيد جدا. في ناس بتأثر انها برؤيتها وبأفكارها. خالد من النوع ده، وخالد في اي مجال مش بس في النادي الاهلي، ان هو فعلا انسان ناجح. مع انه انسان ناجح كنت اتمنى انه يكون موجود، لقيته بمبادره فيها نوع من انواع يعني الحقيقه اللي مش عايز الشهامه، الخلق الطيب، انه راجل جه عايز اقعد معاك كابتن، اتفضل يا خالد. وخالد بقى ده كان من اول الناس عندي، فقال لك انا كابتن انا حاسس بكذا كذا. وانا الحقيقه يمكن كل اللي موجودين عاشوا الفتره وعندهم خبرات جوه النادي اكتر مني شويه، فانا تقديرا للموقف ده انا بعتذر، وانا مش عاوز اكمل علشان ادي الفرصه للزملاء التانيين، وانا معاكم ومع القايمه، وانا تحت امر النادي في اي وقت النادي محتاجني فيه انا مع النادي الاهلي. انا كنت يعني الحقيقه حزين ان هو مش يعني مش موجود، وفي نفس الوقت سعيد ان انا اشوف يعني رؤيه بهذا الشكل او شخصيه بهذا الشكل، لان هو اقول ده واحد ابن النادي وهاجر الكلام دوت على ابناء نادي ضحوا كتير، لكن ده راجل ابن النادي بس ما دخلش مجلس اداره خالص، واحساسه الشخصي بس ان هو يعمل نوع من انواع الاستقرار اللي هو النادي الاهلي يهمه جدا، يكون دايما في القائمه بتاعته في استقرار، وفي عمله في 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 مناقشاته وفي اجتماعاته في تجانس وفي استقرار. فانا بشكر خالد جدا.